واحده بتقول ما راي خباثتكم فيا انا الزوجه التي تتفانى في خدمه زوجها وتوفر له كل وسائل الراحه وتطيع في كل شيء، ورغم كل ذلك فهو دائم الشجار معي ولا اجد سببا لذلك، فماذا افعل؟ معلش يا فندم، انت عارفه ان الرجاله دول بعضهم بعض من الرجاله غزاله. معلش نسير ان هو يندم على اللي بيعمله ويرجع لنفسه. انت هتاخدي بركة الطاعة والخدمة والحاجات دي، وتاخدي ايضا بركة الاحتمال. لكن هل هو كان كده اثناء فترة الخطوبة ولا في الزواج اتقلب؟ ما ياريت الواحدة اثناء فترة الخطوبة تراقب خطيبها كويس، من النوع اللي بيكشر، من النوع اللي بيزعل، من النوع اللي بيتنرفز. على رأي واحد بيقول للثاني، بيقول له تعرف فلان؟ قال له اعرفه. قال له عشرته؟ قال له لا. قال له يبقى ما تعرفوش. لكن انا من رأيي كلمة عشرته مش كفاية، اختلفت معاه ولا لا؟ تعرف الانسان اذا اختلفت معاه، يبان على طبعه. لكن عشرة عادية، اهلا وسهلا، صباح الخير، افتكرني في صلاتك، شوية كلام من المجاملات دي ما تعرفش. تعرف الواحد اذا اختلفت معه، ويبان اذا كان هو شديد ولا لا. لكن انت طبعا فترة الاختبار راحت بالنسبة لك. مشكلة كتير من الرجالة انهم لما بياخدوا على الزوجة وتبقى شيء طبيعي بالنسبة لهم، يتركوا عبارات المجاملة وعبارات المودة. يعني في جايز فترة خطوبة يقول لها تسمحي وعن اذنك ومتشكر وكتر خيرك وشوية الفاظ المحلاشة اللي من المعنى. وبعدين بعد ما يتجوزوا يقول لها هاتي الحاجة الفنية حطيها هنا، وما فيش متشك خلاص امشي. هو لازم الرجالة، نصيحتي للرجالة انهم يحتفظوا بروح المجاملة بالنسبة للزوجة مهما طالت المدة. الغلطة ان البعض بيعتقد ان المجاملة فيها نوع من الكلفة، وانهم ما فيش داعي للحاجات دي، المجاملة دي بين الغربة. لا، المجاملة تكون بين الزوج والزوجة مهما طالت المدة. افتكر مرة زارني استاذ جامعي كبير جدا في انجلترا، على ما اظن كان استاذ في كامبريدج او حاجة زي كده، وكان معاه مراته وانا كنت اسره ساعتها. كان يحرص على ان مراته تتقدمه ويجي يمشي وراه، ولما كان يقدمها ليا يقول لي مسز فلان، مش يقول لي الست مراتي، لا يعني كده باسلوب لطيف ويحترمها في الكلام، واذا اتكلمت لا يقاطعها في منتهى الادب في معاملته لامراته.
لكن احنا بقى ناس يقول لك ايه الست تمشي بصوتي وانا مش راجل. وانا لما تمشي قصادك تبقى فقدت رجولتك، وانت برضو بالعكس تحترمك اكتر. يا ريت برضو تحتفظوا بروح المجاملة والاحترام والمودة بينك وبين بعض مهما طالت العشرة بين الزوج والزوجة. وساعات الراجل ده اللي بيكلم مراته بدون احترام بيكلم الغرفة باحترام وهي تبقى متضايقة. اشمعنى يعني الغرب يكلمهم باحترام وانا اللي بخدمه وبتعب معاه؟ برضو نوع من الجهالة نرجو انها ان الناس يقوموها.